يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر، أي 5 أو 7 تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟ ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلا يوم العيد، عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترا.